السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في القناه ديالنا. هذا اول فيديو غادي نديرو اللي غادي ندير فيه مراجعه ديال الحاسوب ديال لاتيتود 5490 فيرجون تاكتيل. ها هو كيف ما كتشوفوا. صراحه هذا الحاسوب هذا اللي انا كنخدم بهم بزاف سيري ديال لاتيتود بزاف اللي ديال لاتيتود صراحه بزاف كيكون شي حاجه اللي واعره، حيت هو اصلا لاين اب ديالهم بزنس لابتوب ديال الخدمة. بالنسبة لهاد السيري هادي كتجي بأن بروسيسور اي 5 8 جينيراسيون 8300 U مع 8 جيجا في الرام و 256 جيجا اس اس دي في البيس موديل ديالو. بالنسبة لهاد الموديل هذا اللي عندي انا زايد عليه واحد اوبسيون لانه فيه اكرون تاكتيل. بالنسبة للسي بي يو ديالو فيه 8 ديال السي بي يو كيبدا من 1.9 جيجا هرتز كيعطي 3.6 جيجا هرتز لاش كيطلع. فيه واحد الكلافي لي غير 3 كلافي كيف ما كتشوفو، هاهو كلافي غير 3 كلافي ايكون لي هي فول اتش دي كيما قلتلكم تاكتيل. بالنسبة للبور لي فيه فيه كيدعم ليكم تندربول جيم طالا بالنسبة للناس لي كيبغيو يشارجو بتيب سي. اي هذا هو الشارجر اللي راه راه لي بون خير راه كلشي معروفين اليو اس بي نو يو اس بي تيب ا اش دي ان اي داكشي الاخر داكشي عادي داكشي. البوان سين ديال هاد البي سي هذا اللي صراحة ما غاديش نعطيكم ديك الكلمة ديال خذوه وكلشي، حيت صراحة خصكم تاخذوهم لي دي لاتيتود كلهم على حسب السيري ديالهم. السيري 5000 والسيري 7000 طوب في لاباتري ديالو. بالنسبة لهذا لاباتري ديالهم كتجيب بواحد 60000 ملي وات اور اللي كيعطيك مينيموم واحد او عاد سوايع ديال الخدمة تقدر تمشي معاك حتى لواحد النهار ديال الخدمة، يعني كتكون خدام مرتاح. الحاجة الأخرى تاني هي الخفة ديالهم بليس أنهم الكابابيليتي باش أنك دير ويندوز 11 فيه وتخدم به، فكيكونوا دي بيسي اللي قادرين على الورك لودز. السخونية مكتلقاهاش بزاف، يعني كدير الخدمة ديالك نورمال كنت كدير بيه ديك ايتيديون هكاكا السخونية مكتلقاهاش. كذلك من ناحية ديال إلا كدير واحد الخدمة اللي ثقيلة ماشي البيسي غادي يلاقي معاك ولا هاك، على حسب يعني بروبورسيونال مع الخدمة. إلا كنتي كدير الجيمين أصلا الجيمين في هادو ما مش ديال الجيمين، يعني كنحطو جنب هدا بزنس لابتوب يعني غير ديال الخدمة بيروتيك ايتيديون ديزاينر فوتوشوب وداكشي كامل من غير هادي. الملاحظة التانية اللي عندي اليوم أنا اللي كتعجبني فيهم بزاف هو البادي ديالهم اللي كيكون لي غاول بزاف بليس انه ساهل في الريباراسيون كيف ما كتشوفوا فيهم دي باف اللي مزيانين. والبادي ديالهم ريجيد ماشي شي حاجه اللي مره كتهرس ليك ولا هذاك. الوزن ديالهم تاع هما خفيف ما كتحسش به كاع. الشارجر ديالهم اصلا مره كيتشارجو عندك من زيرو من زيرو ل 100% في ساعه. بالنسبه للصوت كيف ما غادي تشوفوا احنا نديرو نتيستيو الصوت ديالهم عندكم كذا. Obviously for mixing purposes I separated you know my kick my kick pattern from my snaps and clap pattern but the whole rack. بالنسبة للكاميرا كتجي 720 اصلا اي بي سي بي 720 من غير لي بي سي اللي مور 2021 اللي ما فين كتجيهم شوية 1080 حيت مور كونفيرمو اللي بداو الناس كيخدمو بالكاميرات. ابار هادشي فصراحة الريفيو ديالي انا كيبقى انهم ان بي اس اللي واعر وكتشوفو انا مخدمين. هاد الفيديو بدا ماشي بروموندي بلا ما نكذبو. مرحبا بكم في باج انستغرام، يمكن لكم دوزو في باج انستغرام